اليوم باسم، مين الشخص يلي بتحب يكون حدك؟ يعني شو هن المواصفات إذا فينا نقول لشخص يكون موجود حد باسم فغالي؟ مواصفات الشخص يلي يلي بده يكون حدك بالحياة، يعني يمكن سند موجود حدك، يمكن شخص ممكن تعتمد عليه بحياتك. إنه يكون معه مصاري. ما تقولي المصاري ماشي، المصاري كل شيء. مش قصة معه مصاري. معه مصاري. طب لحظة، معه مصاري. طب ما عم بقول لك لا، معه مصاري. إنه فيك واحد معه مصاري وكريم وفقعك أنت كريم. لا تشبعك. عاد عاد ما بعرف ماما. ضربني، خدني على لندن ضربني. عاد زلمة أنت كيف خي ماما؟ عن جد خدني على لندن ضربني أو على الشانزليزيه واعمل لي شوبينج. أنا عبلاني، كل ما فوت على اشتري شنطة خبطني قتلي. عاد بلش من هلا اعطيني مصاري. طب يلا اقطش الفيديو. ما بدي اقطشه. طب اقطش الفيديو. اقطشته انت. اقطشه اقطشه. طب شو بدك هلا؟ معه مصاري. فيك تلاقي غيري؟ معه مصاري. معه مصاري. تعطيني خد سيلفي انا وياك قبل ما اودعك. بس يا هيفا ماجيك دنيا، مش بس كلها بالمصاري. معه مصاري. طب يلا قوم ارقصي لي. اعطيني مصاري. طب قوم ارقصي لي. Collect yourself otherwise I collect the street on you. قال ايه انا مش طبيعي وجمالي ما هوش رباني وعملت 200 عملية، طب مين يجي يتحداني؟ طب ضربه بهدلة هتحس ببلد، انا جنية يا بيت وانتي معصعصة او مقصعصة وقال عاملة لسه يا اختي ووعد. بصي لحبيبي ده بتاعي قرد بلاد، معه مصاري. معه مصاري. معه مصاري. معه مصاري.